بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة، الآن مع الجزء الثالث من المحاضرة الثانية والنوع الثاني من أنواع الديستيليشن اللي هو يدعى بالفلاش ديستيليشن. طلاب، الفلاش ديستيليشن هو نوع ثاني من أنواع الديستيليشن، أيضا يعمل على مبدأ عملية فصل المادة المراد فصلها عن الخليط من المواد المركبات، ولكن أيضا هنا يعتمد على فرصة معينة يتم إجراءها قبل الدخول الخليط إلى هذا الديستليشن. اللي موجود هنا قدامكم طلاب، بأنه لاحظ بأنه الديستليشن أيضا يكون على شكل أسطواني، بس قبلها الخليط اللحظة الموجود هنا هو الF، اللي هي تركيز المادة هي XF، والإنثالبي مادة هو HF. هذا الخليط يكون درجة الاعتيادية درجة حرارة الغرفة. ايش راح يسوي؟ مبدأ هذا العمل بأنه راح نسخن هذا الخليط قبل ما ندخله للديستليشن، نسخنه إلى تقريبا إلى درجة حرارة الغليان للخليط، لما يؤدي إلى تبخر جزئي للمادة اللي أنا أريد أفصلها، وبالتالي حيكون عندي خليط متكون من vapor and liquid. وراها راح ندخله الى فالف يدعى بالريدوس فالف، راح نقلل من الضغط الماده او الخليط، وبالتالي راح ندخله بعدها الى الديستليشن. هذه العمليه راح تسهل لنا عمليه فصل الفيبر عن الليكويد، راح تسهل لنا عمليه وصول الخليط الى درجه الغليان حتى نحصل على كميه وفيره من الفيبر. الموجود هنا الديستليشن هذا احدى الفرضيات بانه راح يصير عندنا عمليه تلاصق او مساحه تلاصق عاليه ما بين الليكويد والفيبر. هنا راح يصير عندنا التمبرتشر والبرجر للفيبر الخارج، التمبرتشر والبرجر للفيبر الخارج اللي هو موجود كديستليت، و يساوينا كفيبر يساوينا التمبرتشر والبرجر للليكويد ايضا الخارج من الاسفل، يعني الخارج كفيبر والخارج كليكويد حيكونون متساويه من ناحيه درجه الحراره والضغط. هذا الفرضيه الثانيه. الفرضيه الثالثه شو يقول هنا بالفلاش ديستليشن؟ بانه جميع المواد اللي راح تخرج كفيبر هي نفسها راح تخرج كليكويد كعدد مواد. لنفرض الفيد الداخل ثلاث مواد، الفيد الداخل ثلاث مواد، اذا معناته هي نفس الثلاث مواد راح تطلع كفيبر ونفسها ثلاث مواد راح تطلع كليكويد. بس هنا طبعا اكيد ككومبوزيشن كنسب مئويه تختلف، بس كعدد مواد، يعني مو مثلا انا مدخل ثلاث مواد راح افصل ماده واحده فقط تطلع من الاعلى والمادتين البقيه راح تطلع من الاسفل، لا، راح تفوت ثلاث مواد تطلع من الاعلى كفيبر ثلاث مواد وتطلع من الاسفل كليكويد ثلاث مواد، ولكن ككومبوزيشن هي مختلفه. هذا هو مبدا عمل الفلاش ديستليشن، اللي هو معناته اني اوصل الفيد اللي هو قبل ما يدخل للديستليشن اوصله الى درجه حراره اللي انا اريدها، واقلل من الضغط حتى يصير عندي خليط من الفيبر والليكويد قبل ما افوته للديستليشن. هذا طلاب هو الجهاز، ايضا موضح لكم بانه هذا الفيد ندخله على هيت اكسشينجر، ندخله على هيت اكسشينجر يوصل الى درجه الغليان، وبعد ذلك اوصل الى قلل من الضغط باستخدام ريدوسينج فالف، وبالتالي وراها راح ادخله للديستليشن. هذا هو فد مخطط او بسيط للجهاز الفلاش ديستليشن. نجي على المعادلات اللي راح نستخدمها. ايضا طلاب بالبدايه حسوي اوفر اول ماتيريال بالانس، ايضا هو الفيد شو يساوي لنا؟ الديستليت زائدا الويست الباتوم، هذا هو الاوفر اول. من اريد اسوي الكومبوزيشن اضرب الفيد في الاكس اف يساوي لنا الدي في الواي دي زائدا الدبليو في الاكس دبليو. ارجع شو اسوي؟ اتخلص من الفيد الموجود هنا، اقسم المعادله على اف، فحصير عندي معادلة بهاي الصيغة.
ألاحظ بأنه أكو بالحد الطرف الأيمن أكو فشي اسمه دي على F. دي على F إحنا عادة دي على F طلاب الدي هو كمية والF هي كمية. من الكمية الأكبر هي الF الموجود بالمقام، الدي هي أصغر من عنده لأنه هو الدي هو جزء من الF. فإذا معناته هذا هاي النسبة هي جزء على الكل، إذا معناته هذا فراكشن هاي النسبة. هاي رمزولها دي على F شو يسوي؟ F V F V. هذا ال F V هو يساوي لنا دي على F. فصارت المعادلة تحولت إذا ما تشوفوها بهاي الصيغة. وراها أنا أريد أطلع معادلة مثل ما نعرفها تدعى بالOperating Line Equation، معادلة الOperating Line Equation. أي Operating Line Equation هاي المعادلة من أريد أوجدها هي عبارة Y Function X، يعني Y يساوي لنا قيمة X. فرتبنا المعادلة أعلى إلى معادلة هي Y Function X اللي هاي هي المعادلة. هاي المعادلة هي y function x، الواي اقصد بها هنا هي نسبة المادة بالديستيليت، فرمزناها الواي دي اللي احنا سابقا قلنا واي دي او الاكس دي هي واي دي كاوبريتنج لاين واي دي. اذا هاي هي الواي هي نسبة المادة اللي احنا قطرناها بالديستيليت. شو يساوي لنا؟ اكس اف على اف في. الاكس اف احنا نعرفها هي شنو؟ هي نسبة المادة وين؟ بالفيد. الاف في هي شنو قيمتها؟ دي على اف ناقصا واحد ناقصا الاف اف الاف في على الاف في، عرفنا شو شنو الاف في مضروب في الاكس دبليو. الاكس دبليو هي نسبه الماده اللي انا اريد اقطرها وين موجوده؟ بالبوتوم بالويست بالغير متقطر. فهاي هي علاقه الاوبريتنج لاين هي واي دي فانكشن اوف اكس. الواي دي فانكشن اوف اكس دبليو ها هي معادله الواي اوبريتنج الموجوده. هاي المعادله طلاب اللي هسه حكينا عليها الاوبريتنج لاين، هاي المعادله المن تستخدم فقط في حاله الباينري سيستم، فقط في حاله مادتين. الماده الاولى اللي انا اريد اقطرها نسبتها من اللي يطلب من عندنا فمعناتها هي الواي دي، الماده الثانيه نسبتها هي الاكس دي. بس أنا من أريد يطلب من عندكم إيش قد الفراكشن مالتها، إيش قد الكونستريشن مالتها. إذا كان السيستم مالتي باينري فأستخدم هاي المعادلة لإيجاد قيمتها، لإيجاد قيمة كومبوزيشن المادة اللي أنا أريد أقطرها فقط في حالة الباينري سيستم. المطلوب لازم أنا عندي قيمة الـ XF وقيمة الـ XW والـ FV. مطلوب عندي 1 2 3 ثلاث متغيرات أنا المفروض أنا عندي لإيجاد قيمة منو؟ الواي دي، لإيجاد قيمة الواي دي. أوكي، هاي المعادلة منين متكونة؟ أيضا متكونة من حدين. الحد الأول كأي operating line، كأي معادلة operating line طلاب متكون من حدين، حد هو البيل سلوب وحد بيل انترسبت. حد السلوب وحد الانترسبت. وين السلوب؟ السلوب دائما طلاب هنا او بغير مكان، السلوب اللي هو مرتبط بالمتغير اللي هو الاكس. السلوب الذن هذا تاخذه هو واشارته. فاذا السلوب عندي هذا، هذا السلوب. اوكي طلاب؟ والحد الاول اللي هو الاكس اف على اف في هو يدعى بالشنو؟ بالانترسبت، يدعى بالانترسبت. اوكي؟ دائما تركيزنا صح ان السلوب والانترسبت، بس اكثر شيء بالسلوب. واحنا اي سلوب بالاضافه الى هو هذا القانون اللي هو ماينس 1 ناقص اف في على اف في، احنا نعرف السلوب اي سلوب اذا اعطانا ديتا او اعطانا هاي هو عباره عن دلتا واي اوفر دلتا اكس. هاي خلوها الملاحظه يمكم. اذا هاي المعادله اللي قدامنا تستخدم فقط في حاله الباينري ميكستشر. اوكي، إذا كانت عندي مالتي، إذا مو مادتين عندي ثلاثة فما فوق، تستخدم هاي المعادلة، تستخدم هاي المعادلة موجودة عندكم ضمن هذا المستطيل. هاي المعادلة إيش تختلف عن المعادلة الفوقها؟ راح يظهر عندنا من غير الـ X feed
ومن غير ال FV يظهر عندنا قيمة تدعى بالK اللي هي K value. هاي الK value موجودة هنا قدامكم. مش تختلف عن المعادلة أم الباينري؟ ليش استخدمنا باينري؟ بالباينري هاي الطلاب اللي حكينا عليها سابقا هسه نستخدمها مرة واحدة. ليش نستخدمها مرة واحدة؟ وشنو يعني نستخدمها؟ مو أنا عندي فقط عندي مادتين. من أطلع المادة الفراكشن واي للمادة اللي أنا أريدها المادة المتقطرة واي، إذا يعني مثلا طلعت قيمتها 0.8، إذا تكملة الواحد 0.2 مال منية مال معادلة مال المادة الثانية موجودة تطلع بالأعلى. إحنا مثل ما قلت لكم سابقا طلاب بالأعلى الفيبر دي يطلع غني بالمادة اللي أنا أريد أقطرها اللي هي لنفرض طلعت 0.8 هنا الواي. زين، وهي مو كل الفيبر هي بس المادة اللي أنا أريد أقطرها، تطلع أيضا تتبخر المادة اللي أنا ما أريدها أيضا يتبخر جزء قليل من عدها. هذا المتبقي اللي هي بالواي قلنا 0.8 تكملت الواحد، لأنه إحنا كنسبة واحد 0.8 تكملت 0.2 هي المادة الثانية. خلصنا عرفنا فوق منين متكون، متكون من المادة اللي أنا أريد أقطرها 0.8 ومن المادة اللي ما أريد أقطرها فوق طلع قيمته 0.2 كلش قليل. اوكي، بس لو عندنا ثلاث مواد شلون اوجدها؟ فلاني لازم يعني ثلاث مواد راح تطلع بالاعلى، لان قلت لكم الكومبوزيشن بالفلاش ديستيليشن بالفلاش بالاعلى تطلع عدد المواد اللي بالاعلى هي نفس عدد المواد. فلنفرض انا عندي ثلاث مواد تدخل، فاذا تطلع نفس الثلاث مواد بالاعلى ونفس الثلاث مواد بالاسفل بس النسب مختلفه. اذا معناته انا عندي 3 واي حتطلع بالاعلى الواي دي بس لكل وحده نسبه، وعندي اكس راح تطلع بالاسفل. زين، انا شلون اوجد 3 واي في حاله اذا كان عندي مالتي كومبوننت ثلاث مواد؟ فما اعلى استخدم هاي المعادله. هاي المعادله استخدمها لكل ماده، استخدمها هذا القانون لكل ماده استخدمها هذا القانون. المفروض عندي ثلاث مواد، اذا شخص تاج لكل ماده بالسؤال يعطيني قيمه الكي. هاي الكي، الكي فاليو لكل ماده لها كي، احنا نعرف لكل ماده بدها تدخل بالفيد، بدها تدخل بالفيد بالديستيليشن لها اكس. يعني الفيد متكون من ثلاث مواد، يقول لك المال البنزين تركيزه 50%، الكلوروبنزين تركيزه 30%، الووتر تركيزه 20%. اذا هذا الفيد يدخل بثلاث مواد بثلاث تراكيز، فكل مادة إلها X feed. أوكي، نجي على المتغير الثالث اللي هو الـ FV. هذا الـ FV ثابت لثلاث مواد، هو نفس الـ FV. ليش؟ لأنه إحنا شقلنا الـ FV، شو يساوينا الـ FV؟ يساوينا D over F. D ثابتة، كمية واحدة لده تتقطر، ككمية متكونة من ثلاث مواد هي كمية واحدة والفيد هي كمية واحدة، فالF هي قيمة واحدة لكل المواد. إذن لإيجاد الY موجود في أعلى الديستيليشن راح يطلع بعد الديستيليشن، نحن نستخدم القانون الموجود قلنا بهذا المستطيل. هذا المستطيل يستخدم بعدد المركبات اللي موجودة راح تطلع بالأعلى. كل مركب إلها نطبق هذا القانون، كل مركب إلى كي، كل مركب إلى X feed، بس الـ FV هو ثابت لكل المركبات. أوكي طلاب، الـ FV كقيمة، الـ FV هاي الـ FV قيمتها دائما الـ FV هي مين تتراوح؟ بما أنه هي قلنا fraction نسبة تتراوح بين الصفر والواحد، الـ FV تتراوح بين الصفر والواحد. أوكي، في حالة إلى ما نقدر نعرف الـ FV قيمتها، من أريد أحسب الـ Y نفرضها، تفرضون قيمة إلها بين الصفر والواحد. زين، إذا فرضتها أني، من قال حلي صحيح؟ أنا راح أفرض قيمتها لنفرض 0.3. هاي خليت هنا 0.3، وعندي الـ K وعندي الـ XF، أحسب الـ Y للمركب الأول، أرجع لحساب الواي للمركب الثاني، عندي الكي مال المركب الثاني وعندي الاكس اف للمركب الثاني، وفرضت الاف في 0.3 اطلع الواي للمركب الثالث، واجي
احسب هسه المركب الثالث، عندي الكي المركب الثالث، وعندي الاكس اف المركب الثالث، والاف في هو نفسه قلنا بوينت 3، احسب الواي للمركب الثالث، فصار عندي 3 واي. هاي الواي اذا اجمعهن المفروض ايش قد تكون قيمتها؟ المفروض اذا جمعت الواي للمركبات الثلاثة تكون قيمتها واحد، لانه المول فراكشن لجميع المركب، المول فراكشن من اجمع المول فراكشن للخليط لمركبات الخليط المفروض تكون قيمتها واحد، وبالتالي اذا كان قيمتهن واحد او تقريبا يساوي واحد، اذا فرضيه الاف في اي صحيحه 0.3، اذا مو صحيحه فاذا لازم افرض غير قيمه للاف في وارجع احسب قيمه الواي على مود اوجد قيمه الواي لكل مركب موجود بالعالم. هاي فالطريقه لحساب الواي. هذا هو تكمله الحكي اللي هسه حكيته. اوكي، اكو فد ملاحظات راح نبديها بالحل. اذا قال بالسؤال ideal solution، اذا قال بالسؤال ideal solution، اقصد بالideal solution اذا لازم اوجد عن طريق الفيبر بريشر، عن طريق الفيبر بريشر. القانون لايجاد الواي للمركبات المالتي كومبوننت في حاله قال بالسؤال ideal solution استخدم هذا القانون، ما استخدم القانون السابق اللي هسه وجدت حكيت عليه، لا استخدم هذا القانون في حاله اذا قال ideal solution. ايش يختلف؟ هو هم يبي اكس فيد لكل مركب، ايضا معناته اوجد الواي لكل مركب، بس اكو بيه شغله تختلف. بدال الكي راح ينشال الكي، راح يصير بداله فيبر بريشر. اكس فيد لكل مركب يعطيني اياه، الاف في ثابت واحد في حالة الطانية أو في حالة أنا فرضته. Total pressure هو ثابت الضغط الكلي لكل المركبات، هو الضغط الكلي للسيستم الواحد. الاختلاف هو قيمة الـ PI not اللي هو الـ Vapor pressure. لكل مركب إلى Vapor pressure، لكل مركب إلى X feed. إذن X feed و PI not تختلف لكل مركب. الـ FV والـ P total هو ثابتة للمركبات كلها. اذا هذا القانون اللي هسه قدامنا هو يستخدم في حاله اذا قال بالسؤال شنو ideal solution، فاستخدم هذا القانون. تقريبا هو مو يشبه نفس المبدا العمل بانه لازم احسب الواي لكل المركبات مثل القانون السابق ابو الكي، بس هنا استخدم vapor pressure، استخدم vapor pressure. اوكي. مثل ما قلنا الـ FV قلنا قيمته يتراوح بين الصفر والواحد. الرسم الموجود هنا، الرسم الموجود هنا راح نشوف شلون اشكاله من اريد ارسمه في حالة اذا رسمته. اذا قال بالسؤال there is no vaporize، يعني ماكو عندي فشي متبخر، ما دا يتبخر، ما عندي تبخر، ما عندي شيء يطلع بالعلامة، معناته قيمة دي شي يساوي لنا صفر، قيمة الدي يساوي لنا صفر. ايش راح يأثر لنا على الاف في؟ ايش راح يأثر لنا على الاف في؟ واحنا نعرف الاف في مرتبط ويا من؟ دي على اف الاف في. اذا هذا قيمته صفر الدي، معناته الاف في شو يساوي لنا؟ قيمته شنو؟ صفر. معناته الميلان السلوب مالته يساوي لنا انفينيتي. من اريد ارسم دائما مربع بين الاكس والواي الاكليبريوم خط ال 45 وهاي يعطيني اياها القيمه. من اريد اعين قيمه خط الاف في عمود الاف في، يتعين الاف في هو نتيجه من هو؟ نتيجه الفيد. اجي وين موجود الاكس فيد؟ هنا عمودي هنا. بما اف في يقول لنا نو فيبرايزيشن، الاف في طلع قيمته صفر، FV طلع قيمته صفر، الصفر معناته شنو؟ عمود. نكمل العمود مالتنا، نكمل. هذا هو شكل الـ FV عمودي، هذا في حالة إذا الـ FV يساوي الصفر عمودي. في حالة إذا يقول كل المادة تتبخر، كل الفيد اللي يدخل تبخر صار دي، معناتها الـ D يساوي الـ F، فالـ FV شح يصير؟ مو دي على F؟ القط قيمته واحد، السلوب مالته صفر. فنفس الحالة من اريد اعينه حيكون مالته، حيكون هالمرة افقي،
فهذا من هو هذا ال F V يساوي لنا واحد. وقلنا في حالة إذا عمودي هيجي نرسمه ال F V شو يساوي لنا؟ يساوي لنا صفر. أوكي؟ صورة عامة هذا هو الرسم، هذا هو الرسم. شوفوا الأشكال، هذا من جاي؟ هذا من ال X feed. خلي الـ X feed ونصعد، وهنا وهنا نبدي نتجه حسب قيمة الـ FV. عمودي إذا كان شنو ما عندي vaporize، أفقي إذا كان عندي كل الفيد اللي يدخل صار vapor، والبين الصفر والواحد إذن معناتها عندي فد جزء معين دي يتبخر من الفيد الداخل حسب قيمة الـ FV. هذا هو شكل الـ FV. هسه راح نبدي طلاب، راح ناخذ اكزامبل على تطبيقات على الفلاش ديستيليشن. الاكزامبل الاول لفلاش ديستيليشن، هنا راسا قايل what a fraction of a liquid mixture. من يقصد هنا what a fraction of a liquid mixture، هنا يقصد بانه يريد الفراكشن، يريد الواي للخليط هذا الداخل للديستيليشن، يريد الواي اللي يطلع على شكل فيبر من على الجهاز. نشوف هذا الخليط منين متكون، شنو هي المواد؟ اللي يقول لنا بانه المواد متكونه من 10% مول بروبان و65% مول بيرسنت من نورمال بيوتان و25% مول نورمال بنتان. اذا هذا الخليط متكون من ثلاث مركبات، هاي المركبات معطينا نسبها، هاي النسب الموجودة بأن هذا هو مال منو؟ مال بروبان. هذا الX feed مال بروبان، وهذا هذا الX feed مال النورمال بيوتان، وهذا الX feed مال النورمال بنتان. إذا نعطيني الX feed لثلاث مركبات الفيد الداخل، يقول لنا will be vaporized in a flash vaporization for flash distillation. البروسيس عندنا 40 فهرنهايت درجة الحرارة، والبرجر مطينيا 600 ملي متر زئبق. اذا هذا المطينيا 600 ملي متر، هذا التوتل شنو؟ توتل برجر، مطيني توتل برجر. زين اسيوم ليكويد سوليوشن ان ايديال، اذا مطيني شوف الطلاب هذا اللي يقولون كلمه ان ايديال. اذا نستخدم القانون مال ايديال سوليوشن. قانون الايديال سوليوشن احتاج بيه من اريد اطلع الواي لكل مركب، احتاج هو هذا الايديال سوليوشن، هذا هو القانون مال ايديال سوليوشن. من اريد اطلع ثلاث مركبات، لان هذا القانون راح استخدمه ثلاث مرات، هذا القانون استخدمه ثلاث مرات لايجاد الواي اللي هو يريد الفراكشن، هو طالب بالسؤال الفراكشن، هذا اقصد به الفراكشن مال فيبرايز. هذا استخدمه ثلاث مرات، ليش ثلاث مرات؟ لان عندي ثلاث مركبات، فمن احتاج اطبق لكل مركب، فلكل مركب احتاج الاكس فيد، هذا هو مطينيه، احتاج التوتال بريشر هو ثابت لكل ثلاث مركبات، واحتاج بقالي الاف في والفيبر بريشر. اكمل السؤال شوف بعد، اذا مطيني هسه الاكس فيد ومطيني التوتال بريشر، احتاج بعد الاف في واحتاج الفيبر بريشر لكل مركب. مطيني الفيبر بريشر لثلاث مركبات، اذني واحد اثنين ثلاثة، هاي مطيني اياهن، هاي ثلاث مركبات مطينيها، اذا مطيني البي اي نوت الفيبر بريشر. اذا خلص هذا السؤال، اذا احتاج فقط لهذا القانون، احتاج فقط ما مطيني اياه هذا، هذا قيمته انا ما اعرفه، ولا مطيني هو. احنا عاده الاف في اذا مطيني اياها اقدر اطلعه، اما من السلوب او من الانترسبت، أو من الدي على اف. لا مطيني هذا ولا مطيني هذا ولا أقدر هذا، لأن لا عندي لا دي ولا اف، فإذا هاي ثلاثة أنا ما أقدر أطلعها، ماكو غير طريقة اللي هي أسيوم. أسيوم راح نفرضها، ماكو غير طريقة الفرضية. شنو الفرضية؟ لأن كل شيء موجود بهذا القانون عندي، ما هذا كل شيء موجود عندي ما عدا هذا ما عندي، لإيجاد قيمة الواي أبدي أفرض. أنتوا أبدوا عادة فرضوها، أنتوا هم يفرضوها 0.3، نبدي نفرضها 0.3، نأخذ قيمة 0.3، فرضناها 0.3، أبدي
أول قانون الواي واحد مال منو راح أبدي أستخدمه مال البروبان، أبدي أشتغل للبروبان، أبدي أشتغل للبروبان. القانون الثاني اللي هو أبو 65% الإكس في أشتغل للنورمال بيوتان. القانون الثالث مرة ثالثة أستخدمه أشتغل للنورمال بنتان. فطلعنا واي مال ثلاث مركبات 0.244.8.076، هاي طلعنا قيم الفراكشن. بس هاي القيم اللي طلعناها هي نتيجة فرضية الاف في. نتيجة شنو فرضية الاف في؟ من اريد اشوف حلي الفرضية مالتي صحيحة، اذا لازم اجمعهن ثلاثة لازم تطلع قيمتها واحد. من جمعتهن ثلاثة طلعت قيمتها واحد و 1.119. انا اريد تقريبا واحد او اكثر او اقل بشوية، مو يعني الواحد لا، يعني فرضا 0.99 او 1.00 هيجي يطلع، مو يعني ويا عشر شوية. فانا معناتها لازم شاسو اقلل من قيمة السوميشن، اقلله باستخدام طبعا لازم افرض غير فرضية للاف في. من اريد طلاب اريد اقلل السوميشن لا الفرضية الاف في ازيد عن اللي فرضته، يعني علاقة عكسية. من اريد اقلل للسوميشن ازيد الفرضية مالتي مال الاف في، لان سابقا طلعت الاف في فرضت الاف في 0.3 طلع لي 1.1. من اريد اقللها ازيد الاف في. من زيادة الاف في طبعا هنا عدة محاولات او بالحاسبة يشتغلها، من فرض الاف في 0.49 رجع عاد حساب الواي فوجدهن اذن الثلاثة من جمعها طلعت قيمتها واحد. اذا طلاب من اريد افرض الاف في طلعت السميشن للواي اكثر من واحد، فما السميشن للواي لازم اقلله. شلون اقلله؟ بزيادة الاف في المفروضة. ايش قد ازيد ذاك الوقت؟ احنا بالنسبة كطلاب كامتحان تفرضوها فرضيتين، الفرضية الاولى هي الاساسية، شفتوها الفرضية مالتكم ازيد او اقل بالعكس تفرضون الاف في. ايش قد ما تطلع لكم ايش قد تفرضوها ايش قد تزيدون تبقى تيامكم، ايش قد ما تطلع لكم هي هاي اعتبروها النهائية. انا بس اريد اعرف اشوف شلون نطبق هذا القانون. اذا عرفنا شنو هي الطريقة لايجاد الواي في حالة اذا ما نقدر عن طريق الاف في السلوب الانترسبت او الدي على اف عن طريق الفرضية. اوكي طلاب، هي مرتين تطبق بس لازم تكون تطبيق صحيح. ما طالب من عندكم بالضبط ايش قد تطلع، بس اريد اعرف بانه اني من افرض الاف في الثانية افرضها اكثر لو اقل، اني هاي اللي تتحاسبون عليها. يعني انا قلت لكم في حالة الاف في فرضتها الفرضية الاولى طلعت السوميشن اكثر من واحد المفروض اقللها. شلون اقللها؟ افرض الاف في اكثر من الفرضية الاولى، هاي تتحاسبون عليها. اذا فرضتوها اقل هي تتحاسبون، يعني مو فرضية بانه اني تتحاسبون على بالضبط لازم ايش قد تطلع، لا انا اريد اعرف فاهمين الموضوع ايش وقت نفرض او شلون يكون مسار الفرضية مالتي. هذا هو الاكزامبل الاول. الاكزامبل الثاني والاخير، هذا الجزء الثالث من المحاضرة الاولى، هنا دا نلاحظ بانه دا يطلب من عندنا it is desired to separate a binary mixture. هسه عندنا معناتها binary mixture خليط متكون من مادتين باستخدام الديستيليشن. The composition of mixture 0.5 mol percent. اذا مطينا قيمة الكومبوزيشن مال الفيد، هنا مطينا قيمة الاكس فيد، هذا قيمة الاكس فيد، هذا الاكس فيد يساوينا قيمته 0.5. المطلوب حساب calculate the fraction vaporized. Fraction vaporized. إذا الـ FV علمياً طلاب، الـ FV علمياً الـ FV هي يدعى بالـ Fraction vaporized. يريد قيمتها. هالمرة هو يريد قيمتها. شلون؟ Required to obtain a top product composition 0.75 mol percent. إذا هنا مطينا بأنه يقول للحصول على composition اللي هو بالأعلى هذا قيمة من 0.7. إذا مطينا قيمة الـ YD مطينا إياها قيمتها 0.75، قيمة الـ YD 0.75. وراها equilibrium curve مطينا هاي المعادلة equilibrium curve، Y يساوي لنا 1.2X زائد 0.3، Y يساوي
1.2x زائد 0.3. هاي معادلة الـ equilibrium equation. With the range of liquid composition من 0.3 إلى 0.8. طلاب يريد الـ x يريد الـ fv. الـ fv طلاب قلنا يطلع من ثلاث شغلات، أما نفرضها وهذا مو موضوعنا هسه الفرضية لأنه ما لا معطيني توتال بريشر ولا معطيني فيبر بريشر ولا يعني معلومات هواي، فهذا أترك على صفحة. الـ FV أما عن طريق شنو؟ الانترسبت أو السلوب أو الدي على F، وهنا هم نفس الحالة الدي على F ما أو قيمة الدي ما معطيني إياها وقيمة الـ F ما معطيني إياها، إذا ما أقدر أطلعها. إذا أما إذا عن طريق السلوب. عن طريق من هو السلوب؟ السلوب هذا هذا هو قالوا السلوب اللي اخذناه من معادله الاوبريتنج ايكويشن للماده اللي نستخدم خليط ثنائي. هذا هو السلوب من معادله الاوبريتنج لاين ايكويشن اللي هو في حاله الباينري ميكستشر. هو شير معنا قيمه الاف في، قيمه الاف في هذا قيمته هو يريده. إذا معناتها هو ماكو غيره بالسلوب هو الاف في، إذا معناتها لازم أعرف قيمة السلوب. من عرفت قيمة السلوب حاصل ضرب طرفين وسطين وعرفنا الاف في. بس شلون نطلع السلوب؟ السلوب مثل ما قلت لكم طلاب من حشية الأوبريتنج، يعني قلت السلوب هم من شو يساوي لنا؟ دلتا واي أوفر دلتا إكس. السلوب دلتا واي أوفر دلتا إكس. إذا أنا لازم عندي نقطتين، أنا مود أنقص الواي من الواي والإكس من الإكس. مين اجيب النقطتين؟ النقطة الأولى هي الإكس فيد. طلاب الإكس فيد من يقول لكم إكس فيد هل قد معناتها الواي فيد هي شنو؟ 0.5. إذا الإكس ويا الواي هاي أول نقطة. إذا حصلت أول نقطة 0.5 0.5، هذا إكس هذا واي. أوكي؟ من يقول عادة الاكس فيد هل قد قيمته 0.5 معناتها الواي فيد معناته 0.5، فهي نقطة. النقطة الثانية من احصلها؟ ايش قايل بالسؤال؟ قايل عندي تبخير نسبة المواد المتبخرة بالاعلى راح تطلع قيمتها ايش قد؟ 0.75. هو قايلها بالسؤال وياتها طلاب، هاي 0.75 هاي الواي. زين من اجيبها مالتها الاكس؟ إذا مطيني الواي مين أجيب الإكس مالتها؟ هو مطيني بالسؤال يقول لي equilibrium equation هاي اللي كتبتها أنا هياتها. المطيني بالسؤال هاي الواي. إذا أنا من أعوض الواي هنا إيش راح أقدر أطلع؟ هذا الإكس. هاي عن طريق الواي. فهاي الإكوليبريم الواي الإكس مالتها هاي. عندي الواي 0.75 عوضها بهذا فطلعت الواي، فمن عوضتها هنا بالقانون فطلعت قيمة الاكس وهي يا اكس هي اكس دبليو. هاي الواي دي وهاي الاكس دبليو، فطلعت الاكس فوجدت الاكس فصارت عندي نقطة ثانية، فصار عندي نقطتين استخدمها لإيجاد السلوب. طلع قيمة السلوب سالب 2. اجي اعوض عن طريق السلوب مال الاوبريتنج لاين للباينري ميكستشر اللي قيمته سالب 2، حاصل ضرب طرفين وسطين ورتب هالمعادله طلعت قيمه الاف في 0.33. هذا هي فكره بسيطه ولكن احتمال ما تجي على البال. اذا معناتها اني حتى الانترسبت والسلوب بالاوبريتنج لاين في حاله اذا كان السيستم عندي باينري اقدر استخدمها. خلوها ببالكم، حتى الانترسبت والسلوب في حالة الباينري بالمعادلة مال Operating Line Equation أقدر أستخدمها. بهاي السؤال نهايته، فننهي الجزء الثالث من المحاضرة الأولى متمنيا لكم الموفقية والنجاح إن شاء الله، وشكرا جزيلا.